الخامس عشر لهذه المؤسسات الكبيرة التي تنطلق أمامكم مشاهدينا، والشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين. والشوط الخامس عشر مشاهدينا لهذه أيضا مشاهدي الأعزاء القادين المنطلقة اللقاية مشاهدين في كل مكان. مقدمة الشوط والمركز الأول هناك برق الذي تعود ملكيته لهجن إنتاج أم الزبار بدولة قطر الشقيقة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الانطلاق جميل ومميز وكبير. وهناك مشاهدي الأعزاء الذي يتابع سالم بن علي السعاق المري مشاهدينا، والذي غير الآن مشاهدينا كما نرى المقدمة. هناك شاهين الذي ينطلق مشاهدينا في هذه اللحظات في مقدمة الشوط في المركز الأول، انطلاق مميز وكبير. نعود مشاهدينا إلى مقدمة الشوط والمركز الأول كما نرى هناك إنتاج أم الزبار مشاهدينا، وعلي ابن سالم ابن متعب السعاق هو المري الذي يتقدم مع هذا التضمير الجميل. دخول آخر وانطلاق، انطلاق مشاهدينا من قبل وصول هناك مشاهدينا ناصي من هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مشاهدينا إلى مقدمة الشوط. نقلتنا الأخرى إلى المركز الثالث، المركز الثالث حيث التواجد مشاهدينا هناك بطاش لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان يتقدم بهذا الشكل الجميل كما تقدم في شوط مضى منذ لحظات مشاهدينا. والصادق فضل الأمين النقل القادمة والدخول الآخر والتقدم، هناك تقدم من برق لهجن أم الزبار يتقدم مشاهدينا هناك بن الهم ناصر مع هذا الانتاج القادم من دولة قطر الشقيقة وميدان الشحانية ليحط الرحال في عاصمة الميادين في العاصمة أبوظبي. ما شاء الله، هنا أيضا دخول، هنا تقدم مع شاهين، هجن العاصفة تتدخل في هذه اللحظات. سادسا غياث الهلالي ينطلق مع هذا الأداء، يصل الشعار الحمر، يصل شاهين يتقدم مع هجن الرياسة. شفنا هذا الشعار في الأشواط الرئيسية، أشواط الذهب، أشواط البنادق التي سيطرت مع هذا الأداء المجازف. يقدم شاهين هنا مشاهدينا في المركز رقم 7. هناك الدخول القادم أيضا، هناك شاهين آخر بالشعار الملكي هجن العاصفة يتقدم غياث من الجانب الآخر ومن الجانب الدوني، شعار أيضا هجن إنتاج أم الزبار. هنا أيضا دخول وما شاء الله بن سلامة الهاجري مع هذا التقدم الجميل والنقلة بالمركز التاسع بالرقم القادم مشاهدينا، والدخول المميز مع بارود لهجنة الشحانية وجار الله ابن عقيل البرنس. والمركز العاشر يتدخل شعار هجن الرياسة وشعار الكاس والطلماز وابو هند اللي قادم مع هذا الشعار الأحمر بالأسود الجميل. نعود ونتابع معكم مشاهدينا هذا التقدم، وانطلقون الانطلاق وبدأ الشوط ترتفع درجة أيضا السرعة ودرجة هناك التغييرات. شوف الانطلاق بن فاران، بن فاران هناك يقدم بارود لهجنة الشحانية أم الزبار تحركت. شوفوا هناك ما شاء الله أم الزبار بالثالث والرابع، وما شاء الله الغدوم الداخل أيضا. هنا وصول آخر وتقدم مشاهدينا، هناك أيضا برق اللي قادم مع هجن الزبار ومع علي بن سالم بن علي بن متعب السعاق المري. وما شاء الله الكل واصل، الكل واصل، والحمر مع بن زيتون شاهين وشاهين في المركز السادس والسابع. وما شاء الله والدورة ما شاء الله، إن هناك المسار، المسار، وهنا أيضا الدخول. شوف السرعة زادت، السرعة زادت، والمقدمة اللي غير وبدأ يجر الشوط، بدأ يجر الشوط وبدأ يروح بالصدارة، بالصدارة، بالأداء. هو ناصي الله.
شوف الأداء الجميل وخطر لإنتاج أم الزبار، وعبد الله بن سلامة الهاجري يتقدم مع هذا الشعار الجميل يا سلام والمركز، ومن الجانب الآخر أيضا يتقدم هجنة الشحانية مع ابن فاران، وشوفوا الأداء وشوفوا الأداء وشوفوا الواصل الرابع واصل والخامس واصل وكلهم وصل ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء. شوف السرعة، شوف السرعة ارتفعت، شوف السرعة ارتفعت وارتفع رتم الشوط، ارتفع الأداء جميل وما شاء الله وتبارك الرحمن. ركز لي يا حسين السيد، شوف اللي وصل 500 منشولة، منشولة ال 500 الأخيرة ما شاء الله، شوف اللي طار، شوف اللي طار، هذا هو مشاهدي الأعزاء خطير وخطر الإنتاج من الزبار وعبد خطير وعبد الله بن حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري هو من يتابع هذا الشعار اللي غادم من ميدان الشحانية، وأداء جميل 200 متر أخيرة، وتهانينا لهذه المؤسسة الجميلة وهنا إنتاج أم الزبار. مشكور 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 يا الهاجري يا بن سلامة يا عبد الله يا بن حمد يا بن سلامة الهاجري ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثاني كان ايضا مشاهدي الاعزاء لانتاج من الزبار برق، والمركز الثالث ايضا لانتاج من الزبار، والمركز الرابع ايضا الهجنة الشحانية ناصية، والمركز الخامس شاهين لهجن الرئاسة والتوقيت الزمني والإعادة مع مخرجنا حسين السيد. هذه ساعات الوصول، هذا هو مشاهدي الاعزاء خطير لانتاج من الزبار، 7 دقائق 22 وفانوا تماما، تهاني لهجمة الزبار وشكرا بالسلام الهاجري. المركز الثاني 7 دقائق 24 وجزء واحد من الثانية، انتاج أم الزبار ايضا يستاهلون. والمركز الثالث 7 دقائق 24 واربعة اجزاء من الثانية، كان هناك بارود لهجنة الشحانية مع فاران، وتهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام نتواصل في هذه الأمسية الرياضية.